يعني هنبتدي نسجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حالة جديدة من الجراند راوند عين شمس يونيفرسيتي، معاكم الدكتور أسامة رفاعي أستاذ القلب، وهيقدم الحالة النهاردة الدكتور أحمد شكري نائب القلب. إن شاء الله نتمنى أن تكون حالة كويسة ونقدر نستفيد منها ونفيد الناس. فأنا هخليك دلوقتي هوست. جاهز يا أحمد؟ هخليك تبقى هوست عشان أنت تبقى إيه؟ تعمل شير سكرين. تمام، يلا توكل على الله، انت كده هوست. تمام حضرتك دكتور. دكتور عمرو عادل جه اهوت. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا اسامه؟ اهلا بيك يا عمرو، اهلا بيك. احنا هنتنقل المجموعه الجايه في التخصصي، بس انا الحقيقه مش عايز اوقف برضو الجراند راوند اهوت، برضو هنحاول نكمل ان شاء الله باذن الله. يعني انا برضو ممكن نمر في الاسم كده عادي وناخد حاله كل مره او كده، بحيث انها يعني تبقى مفيده كل يعني كل جيل او الرعايه او الرعايه او الرعايه. انا ممكن صحيح في الرعايه اللي هناك لما حد فينا يمر يلقط حاله برضو كويسه. الصوره واضحه يا دكتور؟ نعم دكتور عمرو يقول حاجه؟ لا لا يا فندم اتفضل. طيب يلا يا احمد، انا شايف حاجه بس انت عامل 3 4 سلايد، فانت يعني يستحسن تركز على واحده وتكبرها. اعتقد اللي بيكبرها بيخليها بتبقى بالعرض او حاجه. انا شفت دكتور. ايوه ارجع بقى. واضح كده كويس قوي. تمام حضرتك. الكيس النهارده حاله كانت موجوده في القسم عندنا. الحاله دي ادميتد للاسم بسم الله الرحمن الرحيم يوم 15/10. الحاله ديت كان حاله 58 years old male smoker diabetic hypertensive renally impaired AKI on top of CKD. العيان كان hepatitis C virus treated presented by non-ST segment elevated myocardial infarction. الكومبلين بتاعت العيان، العيان كان جاي بيشتكي presented to the ER يوم 15/10/2021 by typical chest pain on and off for one month maximum for one day. البيشن جت طوارئ، عملنا له EFG طلع فيه في ST depression في T wave inversion في lead 1 و AVL و 2 و 3 و VF و V5 and V6. استنى يا احمد شكري، طبعا انت ايه يعني المفروض تكون اتعلمت قبل كده بقى الحكايه دي، قلناها كذا مره ان الواحد لازم يكمل بعد الهيستوري بالجنرال واللوكال اكزامينيشن، وبعد كده يخش بقى على الاي سي جي والايكو، مش ينط على طول على الاي سي جي والايكو. انت ايه الامبريشن بتاعك عن البيشنت ده، كان شكله ايه؟ لان يعني طبعا ممكن يبقى كذا حاجه، انت قلت عنده سي كي دي وبعدين مره واحده دخل في اكيوت كيدني انجري، يعني ده كلام كده سريع بس لازم انت تقول لي ايه اللي حصل له بالظبط. هو لسه هنفصله في ماشي، بس انت اديني، انت دخلت في الاي سي جي فانت لازم تقول لي الامبريشن بتاعك كلينيكي. الراجل كان عنده مثلا زينس بريشر عالي ولا اوليجوريك وهايبر فوليميك ولا دي هيدريتد، يعني فاهم الكلام ده كله مهم جدا. البيشنت اول ما برزنت الاي ار كان العيان توتالي فايتال ستيبل جدا. العيان طلع كأي حالة نون ستيمي، خد اللودنج بتاعه ودخل السي سي يو. طبعا كان مسحوب له لابس في الاي ار. اكتشفنا موضوع رينال امبيرمنت ده من اللابس، لقينا الكريات بتاعه كان حوالي 5.8 تقريبا كان 5.8. فاكتشفنا ان العيان دوت رينال امبيرد من الكريات بتاعه. طبعا بس يا احمد يا شكري يا حبيبي قلبي، انت دلوقتي بتنط تاني على اللاب، انا عايزك تقول لي الكلينيكال امبريشن بتاعك انت والعيان قبل ما تطلع النتائج، احنا عايزين ده اللي يتعلم منه. الكلينيكال امبريشن ما كانش فيه اي حاجه على العيان خالص. بالكلينيكال اكزامينيشن كان العيان اول ما شفناه كان العيان ضغطه كان 120 على 70، الهارت ريت بتاعه حوالي 82 ريجولر، الشيست بتاعه كان كلير، الكارديك كان نورمال هارت ساوند، ما فيش اديمه في العيان، الشيست مش مسموع عليه اي حاجه خالص، البريسر بسيشن بتاع العيان فيلت، البريسر بتاع العيان نورمال، الجنرال كونديشن بتاع العيان كانت فير جدا، مفيش اي حاجه في العيان تدل يعني غير يعني مثلا ما هواش دي هيدريتد او عنده جاجلر فينس بريشر عالي عشان تعرف. لا ما كانش في اي حاجه، ما كانش في اي حاجه من الساينز دي خالص. هي واز ان بين ولا ما كانش ان بين برضه دي مهمه. كان ان
كان in pain. At the time of presentation, the patient can act in pain. تمام. يبقى كده هو in pain ومع ذلك heart rate مش زايد قوي blood pressure مش زايد قوي. يعني يبدو كده ان هو ايه البين كان تيبيكال انت كاتب يعني تيبيكال كان تيبيكال chest pain بس هو في يوم اخر يوم ده كان ايه هو اللي شد قوي كان شد قوي وده اللي جاب البيشنت الطوارئ تمام انت مش مصور الاي سي جي بتاعه الاي سي جي بتاع البيشنت للاسف يعني هو البيشنت دخل 15 10 حاولت ادور اي سي جي للاسف ما كانش افيلبل يعني يعني كان عنده ستي ديبريشن في وتيب انفيرجن في 1 و اي بي ال حاجه يعني speaking of inferolateral ischemia اذا كنت عايز تقول يعني بالتقريب كده inferolateral ST depression يعني subendocardial ischemia in the inferolateral wall لكن طبعا ده لا يغني ان هو يكون multi vessel disease مثلا مش دعوه بس انت mainly تتوقع ان غالبا هتلاقي حاجه عنده في مثلا inferior wall او lateral wall hypokinesis في الايكو قول لنا بقى الايكو انت ايه لقيت فيها بالنسبة للإيكو عملنا له إيكو في تاني يوم على طول يوم 16/10 الإيكو بتاع البيشن كان فيه الفانكشن بتاعته 38 الدايمنشنز بتاعته كانت 59 في 41 مايلدلي دايليت دايمنشنز الليفت إتريان كان 58 في أكاينيزيا في الإيكو طبعا في غلطة هنا أنت مش قصدك طبعا 3% أنت قصدك 38 دي غلطة يعني 38 عشان بس الناس ما تعرفش تفتكر 3% الراجل ده إيه ده إن شاء الله البيشن كان عنده أكاينيزا في الابيكس بروبر والأول الابيكال سيجمنت واللي هو الانترولاترال وول والميد انتيرور سيبتم مع كونسنتريك ال في اتش سكند ميترال فالف وذ ريدوسد ليفت اكسبرشن سيفير ميترال ريجيرش مايلد ترايكاردد ريجيرش مع ار في اس بي 39 مايلد بالمونري ريجيرش مع مين بالمونري ارتفيشال 24 طيب يبقى احنا كده وير سبيكينج اباوت ا كيس اوف نون ستيمي في واحد ما كناش عارفين يعني بس انت قلت ان اللاب كان مبين هو او معروف ان هو سي كي دي اتليست سي كي دي فكرني كده هو كان دايابيتك احمد ولا ما كانش البيشنت دوت كان دايابيتك دايابيتك وسموكر وهايبرتنسيف يعني كله بقى كان مجمع تقريبا كل الريسك فاكتورز الموجوده تقريبا فطبعا ما استغربش طبعا لما عندك ال في ديس فانكشن شويه 38% اللي انا ما اعرفش قالوه اسوب الام مود ولا طبعا غلط بالام مود تقيس الاسكيميك هارت ديزيز المفروض تقيسه بالاريا لينث او بالسيمسون او كده السيمسون ميثود هي متقاسه بالسيمسون ميثود؟ دي متقاسه بالسيمسون ميثود ماشي ايوه كده صح ما ينفعش بالام مود تقيس وهو عنده حته انفيرو على حته انتيرو كده لا هو كده بينفي تماما انفيرو والهايبوغانيزيا طبعا هنا في حاجه من الاثنين يا الايكو غلطان يا اما الاي سي جي غلطان ما اظنش الاي سي جي غلط في حاجه زي كده اظن ان الايكو مان هو ايه اللي ما قدرش يجيب الانفيرول الانفيرول ده على فكره صعب ان هو يتجاب يعني ممكن ساعات ايه لو الاوبريتور مش واخد باله يروح منه بسرعه جدا الانفيرول هايبوكينيزيا ويكانيزيا دي حاجات اللي هي بتبقى ميست قوي بسهوله من الاوبريتور بس عنده سيفير مايتر جيرج سيفير مايتر جيرج هل ده بقى اسكيميك ولا ده ديجنريتيف مثلا ايه رايك يا دكتور عمرو في الكلام ده هو والله يعني طبعا وارد انه يكون اسكيميك قوي وارد قوي يعني الابيكال سيجمنتس دي يعني احنا كده بنتكلم على مالتي فيسل ديزيز في الغالب صحيح لكن بعدين السيفير مايتر ريجيرج ده هو دي يعني مش مسموع بالسماعه يا ابني برضه وانت خليك يعني احنا بنفهم برضه كارديولوجي على فكره يعني خلي بالك يعني وانا كنا نواب صغيرين برضه فانت مش تقدر يعني تضحك علينا يعني مثلا لما كانش عايز رجاله ما كانش عليه لا مش مسموع عليه اي جلطه ولا نرمال خالص ولا سيفير مايتر ريجيرج يبقى اذا مش سيفير يعني فاهمني يعني حتى بالسماعه صعب قوي الكلام ده يعني مرينا عليه كل يوم مش مسموع عليه اي ميرمال خالص يعني وبعدين اكتر من نايم ضغطه كان كام؟ كان حوالي 110 70 لسه في الفايتال ديتا هنا كان 110 يعني ده مش ماشي لا مع البين ولا ماشي مع السمود اهو ولا ماشي مع كونسنتريك هايبرتوف يعني الحقيقه مش راكبه كله على بعضه كده هو كلامك ممكن يبقى صح بس احنا بنعلمك وبنعلم الناس زي ما احنا اتعلمنا من اساتذتنا ربنا يرحمهم يعني الدكتور علي رمزي الدكتور حسن عز الدين الناس دول الدكتور خير عبدام ربنا يديله الصحه دول اتعلمنا منهم ازاي تدو كلينيك ايزيميشن وتربط بين الحاجات ودي الحاجه اللي انا عايزك تتعلمها يا احمد وكل الحاضرين دكتور عمرو طبعا شارك في هذا الجيل اللي اتعلم من الاساتذه الكبار دول فانت لما تقول لي هذا الكلام دكتور عمرو يقول لك مش راكبه مش راكبه
يعني يا اما هايبرتنسيف مش هايبرتنسيف. طب عنده تشيست بين مش تاكي كارديك، ما عندوش تاكي كارديك. طب سيفير ميتال جيرج ما فيش ميموري. انا بالظبط معاك كده ان يعني. السيفير ميتال جيرج ممكن لو اكيوت ميتال جيرج، لو اكيوت ميتال جيرج مش هتسمع ميموري، لان البريشرز بتبقى ايه، فرق بريشر يبقى ايكوالايز بسرعه، وتلاقي العيان ديسنيك ومش عارف ايه، ما هيش راكبه. يعني سيفير ميتال جيرج لو كان اكيوت مش هتسمع. طب لو سيفير ومش اكيوت، لا لازم اسمع يعني، واخد بالك؟ لازم يسمع بالظبط كده. ما هو ده كل ده له انديكيشن ان انت تقول لي مش سامع ميتريج، لكن تقول لي مثلا ضغطه 110 70، ده انا مش مصدق في الحقيقه. يعني وبعدين هارت ريت، مش ما قلتلناش على الهارت ريت. الهارت ريت بتاع الدكتور كان ادى تايم اوف بريزنتيشن، كان الادميشن كان الهارت ريت بتاعه 100 ماشي، والتشست كلير، وكمان بس هو وين البيشنت، فلات وما عندوش اورثوبني ولا حاجه يعني برضو ايه. بس هو البيشنت كان من تاريخ الادميشن بتاعه، اول يوم كان ضغطه 110 70، ثاني يوم بدا ضغطه يعلى بقى 120، ثالث يوم بقى 140، واستمر على 140 ماشي دي حوالي 3 ايام. طيب، خش بالسونار بقى اللي انت جايبه، هات السونار بقى كده وراقول. الالترا ساوند ده اتعمل له اولا كحاجه بتتعمل لما لقينا العيان مايوباثيك، ثاني حاجه ان لما عملنا نفرولوجيكال كونسلتيشن بعد نتيجه الكرياتين العالي، النفرولوجي طلبوا مننا ان احنا نعمل الترا ساوند للبيشنت. فالعيان كان عنده مايلد هيباتوسبلينوميجالي ودايليتد اي في سي ودايليتد هيباتيك فينز، بالاضافه ان الرايت كيدي كان 10 في 4.38 with 18 مليمتر برينكما، والليفت كيدني 11.65 with 15 مليمتر برينكما. يعني دي نورمال ولا دي البارينكما دي ولا الدايمترز دي ايه؟ لا الدايمترز كلها وافريج سايز كلها نورمال. بس خد بالك بقى ان وجود دايليتد اي في سي، عشان تعرف بس ان احنا ما حدش يقدر يخدعنا بسهوله يعني. دايليتد اي في سي مع دايليتد هيباتيك فينز ايكوالز هاي جاجر فينس بريشر على طول، لا يمكن تبقى دي كده والفينس بريشر نورمال. صح يا عمرو ولا ايه؟ صح طبعا يا بيه. يعني مش ممكن، ما ينفعش يعني هيبقى كونجيشن في الليفر ومفيش كونجيشن في النك. مش معقول. ممكن نساله ايه السبب اللي يعمل كده يعني، لكن ممكن يعني ممكن تبقى حاجات بوردر فيري لاين، ريري يعني، بوردر لاين مثلا ممكن، لو حاجات كده بوردر لاين ممكن، ايه اللي ممكن يعمل او كده تفكير؟ ابستراكشن بقى قافل بين الاثنين، لكن يعني بس كنت الاقي جيف بي عادي برضه مثلا، او الراجل دايريزد بقى، دايريزد يعني اتهرى دايوريتكس، فالفينس بريشر بينزل شويه، ممكن يعني دي ممكن. احتمالات لكنها بعيده. لكن عايز اقول لك ان زي ما بقول لك متعلم الحاله على بعضها كده، واضح ان هو he was running into heart failure، وان الميتال جيرج هو كان هيمودينامكلي سيجنيفيكانت، وليس فقط ان هو نايم فلات وكله تمام، لا في حاجات بتحصل جوه يعني، فلازم نخلي بالنا منها. بالظبط. طيب كمل بقى كده. البيشنت اون ادمشن كانت الفايتال بتاعته كان بلاد بريشر 110 على 70، هارت ريت بتاع البيشنت كان 80 100، التشست كان كلير، الكاردياك مش مسموع عليه حاجه، ومفيش ايديميتا، مفيش ايديما في اللور ليمب، والعيان ما كانش اورثوبنيك ولا ديزنيك حتى. حلو. والبيشنت طوال فتره الادمشن استمر على نفس ايه الفايتال داتا، والاكسبشن ان البلاد بريشر حوالي في 3 ايام كان رفع ل 140 على 90 من يوم 24 لحد يوم 27، كان البلاد بريشر حوالي 140 على 90. وانذر اكسبشن تاني ان البيشنت كان يوم من اسبوع اللي هو الجمعه اللي قبل اللي فاتت، كان البيشنت التشيست بتاعه بدا يسمع عليه سونار سبورتس كريبيتيشن، بالاضافه الى العيان بدا يبقى فيفر شويه. يا حلاوتك، وبعدين احسن يطلع كوفيد. بس ده بالنسبه ده بالنسبه للفيتال سالفيشن طوال فتره الادميشن اول ما دخل لحد ما خرج. بالنسبه للفلويد بالانس بتاع البيشن، كان في الاول كان كل الفلويد بالانس بتاعه في الاول كان بالنيجاتيف، يعني هو بدا ب 1000 ونص على 2700، وبعديها 1000 ونص على 1400، اخر فلويد بالانس فقط ليه هو اللي كان بالبوزيتيف، كان 1000 ونص على 1400. طيب انت ليه قلت اكيوت كيدني انجري اي كي اي؟ ايه الديفينيشن بتاع اللي انت شفته في العين ده؟ البيشنت كان الكريات بتاعته الكتاب بتاعه رايزنج يعني بسرعه جدا خلال فتره الادميشن، وده في اللابس يعني. اقول لحضرتك الكريات كان ماشي ازاي من اول ما دخل لحد ان اخر ماشي، يوم شفت العيان فيه. حط اللاب. طيب حط اللاب ريزلتس. العيان اون ادميشن كان السيرم كريات بتاعه 7 و9، الهيموجلوبين بتاع البيشن كان 7 و9 من 10، يا مايكروسيتيك راجل يا راجل، هايبوكاليميا 7.9 وما كانش بيل يا راجل يا مفتري، ما كانش يبقى كبير كل يا خالص يعني جماعة يا حقيقة. انا جماعة
يا جماعه يا صح، يعني انت مش هتعرف تخدعنا، كل انك انت ما عملتش اكزامينيشن كويس او زميلك ما عملش، ده واضح جدا طبعا. حاله النوت اكزامين بروبرلي، الجي في بي لازم يبقى عالي، هي شود بي ماركتلي بيل 8 8، ده يعني بفته. لا لا ده مش كده يا بيه، بس ده عنده كمان كربون دايكسيد ووش والكاروتيك، ده طيب. يعني ده ميتابوليك اسيدوز وعنده ريسبيرتوري كاوز، يعني ده كوريكت. كان ايوه هنا كوريكت صحيح. والكريترين طبعا، معلش الكريترين ده طلع امتى الليفل ده؟ على طول وانا ادميشن ولا تاني يوم؟ الليفل ده كان تاني يوم، يعني يوم 16 10. طبعا احنا بنشوف حاجه زي كده. انت طبعا ما قلتلناش بس الميديكيشنز بتاعته ايه يا احمد، كان ماشي عليه موجودة يا قبل ما دكتور. في ايوه البيشنت كان داخل، هو داخلنا كان ماشي على سنجل انتي بيتد اسبوسيد واتور، بالاضافه لكل الهارت فيلير ميديكيشنز انكلودنج الايس والبيتا بلوكر والالداكتون، كل بالاضافه الى دايوريتكس. كان ماشي على اكزامايد برضه. ده البيشنت زمان. الميديكيشن كان ماشي عليها اول ما دخلنا. بس بالنسبه طبعا لبقيه الناس خليك بتاعت معايا، البيشنت، كان ماشي على كليكسان ولا هايبرين؟ البيشنت لا ما كانش ماشي على انتي كواجريشن. يا سلام، ونون ستيمي كده من غير انتي كواجليشن، يا حاجه فل ده. اون ادميشن ما كانش ماشي على انتي كواجريشن. لا يا ابني ازاي بس تقول كده بس يا احمد، احنا طب بندخل هو عيان نون يا ابني ستيمي من لما غير، انتوا لقيتوا لا هو جاي من بره. معانا انا قصدي اقول لحضرتك العلاجات اللي هو ماشي عليها قبل ما يجي لنا ما كانتش فيها انتي كواجليشن. طيب لما دخل بقى ده، تحب تديله بعد ما شفت الكريترين ده تديله هيبارين انفراكشنيتد ولا تديله لو مولكيولار ويت؟ لا نديله هيبرين ليه؟ عشان الهيبرين مور سيف على الكدني. ايوه كده، هو المشكله لو اديته اللو مولكيولار ويت ده ادجستمنت بتاعها فيري ديفيكلت واكيوميتنج ان هو اكسكريت في الكدني، فصعب جدا، فواحد زي كده ده ملوش حل غير انفراكشنيتد هيبرين. طيب تديله بلاد ترانسفيوجن ولا لا؟ العيان دوت لا ما ياخدش بلاد ترانسفيوجن. ليه؟ ممكن عنده يعني بلاد ترانسفيوجن هيورسن الكيدني فانكشن، ممكن ياخد اريثروبويتين اللي هو السبب اصلا في الانيميا. يا سلام، اما تدي له اريثروبوتين النهارده الهيموجلوبين بتاعه هيزيد بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين. لا يا حبيبي لا، انت لما يكون عندك اكيوت كورونا سندروم وعنده هيموجلوبين اقل من 8 يو شود جيف هيم باكت ار بي سيز، لان ممكن الاسكيميا كلها تبقى من الانيميا وليس من الاوبستراكتيف كورونري ارتري ديزيز، فاهم؟ سكندري ماي. ايوه كده، شفت ازاي انا بقول لك ايه؟ فهمت قصدي؟ ده اللي كنا بنحاول نعلمه لكم انا والدكتور عمرو والدكتور غاده والدكتوره منى ريان، احنا بنحاول نعلمكم كده عمليه، مش اللاب ده بيخليك تشغل الكمبيوتر ربنا يدهولك، طب اعمل ايه؟ اعمل كذا اعمل كذا، لا ما اديلوش، لا لا اديله، لا اديله ما اديلوش. مثلا اديته الدكتور وهو دخل في اكيوت كيدني انجري، يا حلاوه هيجيله هايبر كاريميا فورا، فاهمني؟ ولا ايس انهيبيتورز بقى، يا سلام. يعني شوف اي حاجه بتديها له لازم تفكر كويس جدا البيشنت هيحتاج ايه؟ طبعا ده هيرسي على ممكن اسبرين على، طب تدي له بلافكس بقى ولا ايه؟ خدت بلافكس؟ خد بلابس كان ماشي على ده بتاع عندنا. ماشي، وانفراكشن برين وممكن بيتا بلوكرز واسبرين وكده بيتا يعني. هو كان ماشي على الدابت والهيبرين والبيتا بلوكر والنايتريت. ده موست الحاجات اللي كان ماشي عليها علاقه بالكارديك كده بالاضافه لادويه. فيري ريسكي يا ابني، يعني في الحقيقه الثلاثه مع بعض دول في واحد عنده رينال فيلير صعبه قوي، ولا رايح حاجه ايه يا دكتور سامي؟ والله هو طبعا المنظر اللي قدامنا ده لما اشوف حتى البليتلس بتاعته كويسه، اي ان ار بتاعه 1.3، انا شايف هو اصلا الليفر كونجستد، يعني واخد ده بالك؟ عالي لوحده. الليفر كونجستد يا ابني، انت مش ممكن تضحكوا علينا ابدا، ده راجل عنده هارت فيلير كونجستيف هارت فيلير والكدني تعبانه، طبعا ده ده حاجة عايز قديمة. تطبطب عليه. طبعا عايز تطبطب عليه فعلا. وانا رايي ان هو كان ياخد يمكن انفراكشن هيبرين وبلافكس بس من غير اسبرين او ايذر اوف بالظبط ذم، يعني كده. قصدي تريبل ده بالنسبه له، لان خلي بالك الرينال فيلر ده احنا جايبين حالا النهارده عشان كده يا جماعه، لان ازاي تتعامل مع واحد داخل في رينال فيلر وجاي لك في مستشفى مش عندك لسته تروح رصاصها له من اولها لاخرها؟ لا بص العين عنده واحد زي كده، هتظبط نفسك، هيموجلوبين تصلحه، بلاد جاز تصلحها، يورين اوتبوت بتاعه يا ترى دخل في اوليجوريا يبقى دخلنا في دايلس، ما دخلش يظبط له فلويد انتيك وهكذا والميديكيشنز. لكن طبعا هو اخر حاجه بقى تفكر فيها هي القسطره، انتوا عملتوا طبعا اجلتوا القسطره اول ما شفتوا الكريتيرين ده طبعا، يعني ايه؟ الاسطرة اتأجلت. طبعا هو بس سؤال يا دكتور سامي، هو الـ 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 الانيميا عنده مايكروسيتك مش نورموسيتك، الانيميا برضه بتاعت الرينال فيلير بتبقى نورموسيتك، ما ممكن فهل العامل العيان ده كان يبقى بيبليد من كومبايند، حته؟ لا ممكن كومبايند اير ماشي ديفيشنسي
مع اللي هي الكرونيك انفلاماتوري او انفكشن حلو، بس ده افكر في بريدنج من حته عنده اي ان ار عالي، واساسا الرينال فانكشن الرينال امبيرمنت بتزود البريدنج تندنسي. طبعا هو كده فعلا هاي ريسك، هو كده تقدر تسميه النوع ده يا جماعه هاي ريسك فور ثرومبوزز اند هاي ريسك فور بليدنج. لسه جبنا الحاله زي كده، هو ده السبب اللي احنا جبنا الحاله عشان فعلا ده ميكس، تديله يمين هيطلع منك، تديله شمال هيطلع منك، بليدنج من ناحيه وثرومبوز من ناحيه، فده بيبقى صعب جدا. فانت يعني بتستشير بقى وبتدي ذا ليست ميديكيشنز. اول حاجه صح عملتوها مظبوط انك انت اجلت القسطره. طب امتى بقى ممكن اخش بيه على طول في القسطره؟ امتى؟ لا يعني ممكن لو العيان دوت يعني ممكن كده كده هيبقى دايسيس ديبندنت، او العيان جاي بيكسل اصلا. لا هو كده العيان ده هو قدامك كده اهو. لو هو مثلا فيري هاي ريسك نون ستيمي. اه بالظبط، لو فيري هاي ريسك نون ستيمي عمال بقى دخل في كونجشن على اس تي ديبريشن كل شويه على في تاك، واخد بالك، او دخل في ستيمي بقى وبقى برايمري، بس دي الانديكيشن الوحيده اللي تدخل وتروح تاخده من قسطره على الدياليسز عدل على طول اوتوماتيك، يعني ما تفكرش تعمل حاجه تاني، لازم دياليزم immediately after كاف ده لو حصل يعني. لكن ده هل هذا كان هاي ريسك ولا مش هاي ريسك؟ ايه رايك انت يا احمد شكري، ده هاي ريسك نون ستيمي ولا ميد انترميديت ولا لو؟ هو العين ده كان، لا ما كانش فيري هاي ريسك نون ستيمي، مش فيري هاي. طب ولا هاي حتى؟ بس لا ما كانش، لا ولا حتى هاي، لان العيان ما كان، العيان ما كانش فيه اي دايناميك. التروبونين بتاعه التروبس ايه؟ بتاعت التروبونين بتاع البيشنت كان 1.16. اه خد بالك ان رينال فيلر واكيوت كيند انجري ده بيعلي التروبونين باي ديفولت عشان ما تتخضش يعني او تستغرب. اذا التروبونين هنا مش هاي قوي بالمعنى يعني اللي هو يعني ايه عنيف جدا، فهو فعلا ما يعتبر انترميديت تو هاي، يعني دخل على هاي بس هو ايه انترميديت ريسك غالبا، زي ما انت قلت ان هو ما عندوش كونجشن قوي، مع ان انا ضد كده يعني، لكن شكله انترميديت وداخل في هاي. طبعا بقيت الحاجات التيروكسين وكده شكلها طبيعي. طيب ايه اللي حصل بعد كده بقى، حصل له ايه العيان بعد كده؟ البيشن دوت زي ما انت حضرتك يوم 22/10 البيشنت بقى سخن، شيست اسكالتيشن بتاعه كان مسموع عليه سونوس فورس كريبيتيشن، بدانا نقاد انتيبيوتكس زودناه على العلاج، وطبعا في نفس الوقت كنا طلبنا ان احنا نسحب كالشر سبوتم كالشر ويورين كالشر للبيشنت، ولكن كان في مشكله في الاكويبمنت في الاسم فما اتسحبتش. ولا عملتلوش كوفيد تيستنج يا ابني ولا حاجه؟ هو العيان دوت طالع من الاستقبال السي تي بتاعته كانت فري فور كوفيد، يعني قبل ما بيطلع كنا عامل له سي تي. لا مش كفايه طبعا، رجاله فيفر بعديها بيومين، فكم يوم حتى مش يومين، ده شكله اسبوع، فطبعا ممكن جدا يكون اتغير. كان لازم يعمل الليمفوسايتس. كانت كام يا الليمفوسايتس؟ كانت كام يا الليمفوسايتس يا دكتور؟ الليمفوسايتس كانت تقريبا كانت 1.4، يعني ما كانش الليمفوبينك يعني. الليمفوبين لحد كام؟ اقل من 0.6 0.8 تقريبا. طيب يعني نفكر بس يعني اهو نشوف، جايز جاله انفكشن جوه، مش انت عندك اي عيان جوه مش هوسبيتال اكوارد انفكشن؟ ممكن جدا طبعا. هو العجيبه برضه ان البيشنت بعديها بيومين فيفر فري، شفت رجع كلير تاني بعد ما مشينا انتي بايوتكس الحمد لله. طيب الفلور شارت بقى شكلها ايه بتاعته؟ الفلور شارت بتاع البيشنت طول ادميشن كان البيشنت فلوت بتاع البالانس بتاعه كان 1500 على 2700 بالنيجاتيف، يعني حوالي نيجاتيف 1200. بعد كده الفلو بعد كده 2200 على 1400 ستيل بالنيجاتيف. بعد كده البيشن 1500 على 1700. بعد كده قلب بالبوست بقى 1500 على 1400. طب ده كان واخد دايوريتكس يا احمد ولا انت ما قلتلناش؟ اللي من ضمن انا كان كاتب الميديكيشنز هتيجي في السلايد، ولكن البيشن كان ماشي يا دكتور على
لا لا احنا في لا بسبب الكيدني فانكشن كان ما كانش ماشي على اي دايوريتكس. البيشنت كان ماشي فقط على الاسيتيد والبلافكس والاتور والكنترولوك والانسولين سلايدنج سكيل ونورمال، ماشي بنورمال سراين بريت 30 بالاضافه لكالماج لان الكالسيوم بتاعه كان بيوع 1 الفا وماشي على الكالماج. طب ويعمل ليه عنده نيجاتيف فلويد بالانس؟ يعني ليه واحد عنده رينال امبيرمنت وعنده نيجاتيف فلويد بالانس؟ ممكن هو في البوليوريك فيز. يا سلام، بوليوريك ده لازم يكون دخل في انيوريا الاول يا ابني. بالظبط بالظبط كده. مش عارف ممكن هو دخل في الانيوريك فيز مثلا قبل ما يجي ويكمل هنا، مش عارف. طيب الدايبيتس بتاع ممكن بوليوريا من الدايبيتس برضو عم، وممكن هايبر اوزمولر. هو ما قالناش السكر كام خالص، السكر في كام؟ الارقام لا، سكر البيشنت كان تو كان طول الفتره كان مظبوط، كان هو يعني كان 129 بالكثير قوي. طيب خلاص، يبقى كلامك ده ما ينفعش اللي انت بتقوله. ما ينفعش يبقى هايبر اوزمول، ما ينفعش يبقى هايبر اوزمول. غريبه شويه طبعا يعني. اعتقد ان هو الفلويد بالانس دي ما تجيش غير لو انت اديت له دايوريتكس عشان تونديس الكدني انها تشتغل منطقيا. ان هي بنعمل كده، احنا بنعمل كده فعلا. يعني في الغالب انتوا لما دخلتوه حطيتوه على اي في لازكس. ده منطقيا ده لا يمكن غير كده، لا يمكن يعني. عشان ايه؟ هو انت يعني لما واحد عنده رين امبيرمنت مش بتديله لازكس؟ لا بتديله طبعا. هو فقط البيشنت اول ما دخل كان محطوط على سبيكتون، وبعد كده النيفرولوجي طلب ان احنا نوقفه. طبعا يا خبر ابيض، هو النيفرولوجي اللي طلب ان يكون توقفوه؟ انت مستني النيفرولوجي من نفسك المفروض. يعني انتوا كنتوا حاطينه على سبيكتون وانتوا عندكم وانت عندك الكرياتين 7 و 9؟ لا طبعا، دي قرار لازم يتاخد مننا. طيب كمل. طيب قول، طيب ايه الوضع بعد كده؟ حصل له ايه تاني؟ بعد كده البيشن دوت عملنا له ريكوست نيفرولوجي. طبعا النيفرولوجي طلبوا بيلفي ادونا الترا ساوند، واللي احنا عملناه فوق طلبوا فاندس اكزامينشن عشان يعرفوا تاثير الدايبيتس على الريتنا، وكان ظهر فيها نون بي دي ار نون بولوريفيتد دايبيتيك ريتينوبلاسي، وطلبوا قلبه من كرياتين ريشيو، طلع العيال بيشنت عنده مايكرو البومينوريا. يا سلام، كل ده وعنده مايكرو البومينوريا يا ابني، ده كده خلاص بتشطب. ده طبعا عنده اكيد من زمان. لا ولا عنده لوها بين بيديما ولا عنده حاجه خالص، زي الفل. مش ماشي يا ابني. طيب ماشي، طيب كمل. يعني كده يعني عمل داليس ولا حاجه ولا ما عملش؟ البيشنت ريسيف فور سيشنز اوف داليس. تمام. وات از ذا انديكيشن اوف ذا داليس انديكيشن؟ الانديكيشن في الداليس از جنرال ولا في البيشنت ده يعني؟ ايوه طبعا. لا هنا العيان لقى اسيدوتيك، ولا انت بتقول ان عنده رايزنج كرياتين وعملت لنا النيورون اوتبوت زي الفل، هغسل له ليه؟ وعشان الكريات العيان احنا كنا منتظرين ان هو مع ريجولار الكريات بتاع البيشنت، وان احنا افويد الميديكيشنز اللي النيفروج قال عليها ان الكريات بتاعه ينزل ويدخل قسطره. قسطره ايه بس يا بنات؟ يا ابني عايز افهم، يعني انت دلوقتي اولا عندك ما فيش حاجه اكيوت خالص، يعني السي بي كي حاجه بسيطه والتروبونين حاجه بسيطه، كلها حاجات في الغالب من الكدني. انا مش مقتنع ان عنده حاجه اكيوت دلوقتي، خدت بالك؟ قول لي بس يعني ايه الانديكيشن فور داياليسيس في عيان في العيان ده؟ كان الكرياتين رايزنج عندك؟ الكريات يا دكتور، احنا بعد اون ادميشن كان الكريات 7 و9، بعد كده اوري حضرتك هنا. بعد كده الكريات بقى 4.7 وبدا يعلى بقى تاني 4.7 4.9 5.5 6.1. ممكن 7 و9 دي اللي 4.7 ليه مكشوف عنك الحجاب؟ في حاجه غلط، في حاجه غلط يعني. مش معقوله تبقى هو ده اللي يعني ده انت تبقى راجل بركه يعني، ليك كرامات يعني، اللي بتنزل العام من 7 و9 ل 4 و7 كده من غير حاجه. في حاجه غلط. هو يعني هو دي فعلا كانت اللبس بتاعت البيشنت من اول ما دخل يعني بيوم بيوم. ماشي احنا بنقول بنعلق على حاجه ايه، فاهم؟ انت مش مسؤول عن اللاب، لكن يعني بالمخ كده مش ماشي 7.9 انليس كان دخل ديهايدريتد، وانت بتقول مش ديهايدريت يعني، فاهم؟ مفيش حاجه راكبه على بعض. المعمل غلطان؟ ماشي، ممكن المعمل غلطان، يبقى تنسى 7.9 وتقول 4.7 4.9 كذا كذا ماشي، وفي الاخر توصل نزل تاني 4.7 معرفش ليه و5.8. بدا يغسل ساعتها. ايوه كده. يبقى انت رايزنج كرياتينين دي ون اوف ذا انديكيشنز
اوف داليسيس، بس يعني ده احنا كنا بنبوس ايدي بتوع نيفرولوجي عشان يغسلوا عيان، مش كده يا عم؟ بالظبط كده يعني، مش يعني هم عندهم حاجات للغسيل، مش ما فيش اسيدوتيك، يا اما مثلا عندك فوليوم اوفرلود، يا اما رايزنج كرياتين، لكن اللي انت بتقوله ده ماشي انديكيشن خالص فور داليس، ما فيش فين الانديكيشن. انت الحاجه الوحيده اللي هي النورمال شويه لو لاحظنا الصوديوم بتاعه نازل، فدي ممكن تبقى ديليوشنال هايبرنتريمي نتيجه الايه الاوفر وفوليوم اوفرلود اللي موجود يعني، بس الحقيقه مش راكبه يعني كله على بعضه كده مش راكبة. طب كمل تاني عشان بس ايه ما نفقدش الخيط. انت دلوقتي بالنسبه للاسكيميك هارت، هو تشيست بين ولا اتحسن ولا ايه بالظبط؟ البيشن دخل عندنا ريزيدو تشيست بين حوالي 10% لحد امبارح كان تشيست بين اوف. حلو، عملت له بقى اي حاجه؟ انتوا بقى عايزين تخش بقى على القسطره ولا ايه؟ وهو بيغسل ولا ايه؟ هو احنا ساعتها طلبنا ريكوست تاني، عملنا كونسلتيشن تاني للنفرولوجي عشان خاطر كان ساعتها الديسيجن، كان يعني الاستاف كان مسؤول عن الحاله، كان ديسيجن لو النفرولوجي قالوا ان العيان هيبقى ريجولار دياليسيس وكده كده هيغسل خلاص، فخلاص هنخش البيشنت يدخل قسطره. لو مش هيبقى ريجولار دياليسيس فساعتها لا، يعني قرار ان هو مش هيدخل كوروناري انجيوجرافي. فاحنا طلبنا النفرولوجي تاني وكان ردهم طبعا البيشنت عمل فيابيلتي يوم 25/10 طلع فيابل في الاي دي والار سي اي ونون فيابل في الال سي اكس، والمايكرو ريجرج ما حصلش فيه اي امبروفمنت. فيابيلتي ازاي بقى؟ نوع التست اير فيابيلتي قصدك ايه؟ لو دوبيوتامين اكس. وضل يا عمرو بقى قول لنا لو المايكرو ريجرج ما تحسنش يا عمرو، دي معناها ان هو دي حاجه ايه؟ معناها ايه يا عمرو؟ بس هو حضرتك يا دكتور اسامه هو ما عملش لو دوز هاي دوز. هو المفروض يعمل لو دوز وهاي دوز، فالمايتر الرجاج يبدا يتحسن ثم يسوء. هو أيوة اللو دوز بس ما يبانش، ما يعملش يعني. هو المايتر الرجاج ده حاجه من يا اما من دايلاتيشن في الانيولس، يا اما من اسكيميا. ايوه اسكيميا يا ابني، بابيلاري ماسل اسكيميا. فالبابيلاري ماسل اللي بيتحسن في الاول ده هو اللي في الدايلاتيشن في الانيولس، او يكون الاريا كان فيها هايبرنيشن فما كانتش كونتراكتنج، فلما بتبدا تكونتراكت البابيلاري ماسل يتحسن المايتر ريجيتيشن، لكن في الهاي دوز يبدا المايتر ريجيتيشن يسوء تاني. انت عامل لو دوز بس، فده في الحقيقه ملوش قيمه يعني. بس هو كمان ما يقدرش يعمل هاي دوز في الاكيوت كورونري سيندروم، احنا برضو ايه محكومين. هو الحقيقه ده انا ما اعرفش عملت له فيابيليتي كمان يعني ليه؟ يعني 40% مش وحش قوي يعني. هو الفانكشن بتاعته كانت 38%، وغير كده ان كان يعني موستلي راشونال من اللو دوز ان البيشنت هل هيستفيد فعلا من الكروني انجيوجرافي ولا لا، في حال ان الكريات عنده رف يعني رايزنج بالطريقه ديت، وممكن بيخرج بعديها على ريجولار ديالسيس. هو هنا انت عايز تعرف حجم الاسكيميا، عشان لو في حجم اسكيميا كبير ساعتها هتفكر انك تخش تعمل حاجه، انما لو حجم الاسكيميا قليل ومش هيستفيد العيان، او يعني مثلا حجم الاسكيميا اقل من 2% او اقل من 3 ارياز اوف موشن اب نورماليتي، يبقى انت ما ادوش لازم انك تعرضه للسبق، لان هنا ما فيش مورتاليتي بنفيت من الموضوع. ايوه هو بيقول لك فابل ال دي ال ار سي، طبعا زي ما انت قلت طالما مش باي فيزيك ريسبونس بيبقى طبعا ايه السنسيتيفيتي بتاعته واطيه فور اسكيميا، لكن اتليست بيقول لك فايبل وخلاص يعني. طيب يعني دخلتوه قسطره ولا بقى على كده؟ لا ما دخلش البيشنت قسطره. البيشنت طبعا خد 4 سيشنز اوف داليسيس يوم 21 و23 و25 و27 10، وبدانا نفول اب السيرم كريات زي ما قلت لحضرتك من شويه، كان اللي هو 7.9 4.7 4.9 5.5 6.1 4.7 واخر سيرم كريات ليه يوم 30/10 كان 5.8. ودي اخر كيمستري العيان قبل ما يخرج، كان الكريات 5.8 البان 64 الصوديوم 133 البوتاسيوم بتاع البيشنت كان 4.6 الفوسفورس 3.2 ليس تي والان تي 8 الاثنين سي كي توتال عليه ان بي 59 على 16 والادجستد كالسيوم 7.8. لكن هو ما كانش بقى كل ده ديسنيك ولا اورثوبنيك ولا تشيست بين تاني يعني، استريح تماما من التشيست والهارت السيمتومز بتاعته مش كده؟ ما كانش ديسنيك ولا اورثوبنيك ولا انجينا جامده ولا حاجه؟ لا البيشنت ما كانش ديسنيك ولا اورثوبنيك خالص.
ولا كان انجنايتد حابينها. تمام، يعني ده مثال لنوع من النون ستيمي اللي هو تريتد ميديكالي بميديكيشنز وما تسرعناش في الانجيو لان الضرر بتاعها واضح ان هو كان هيبقى اكتر من البنفيت، لا سيما ان دي سبيشال اللي هو واضح جدا هو مالتي فيسل ديزيز ممكن يطلع بقى من الفيسلز اللي هي سمول والبتاع، يبقى انت عرضته للريسك بتاع الانجيو، وفي نفس الوقت ممكن جدا ما نعرفش نعمله بي سي اي بسهوله، وطبعا كابج قصه ثانيه خالص. لكن مش عارف يا عمرو رايك ايه، هو يتساب كده ولا يديله ترايل اوف انجيو؟ طبعا انا قلت لهم طالما البيشنت ستيبل ومفيش مشكله هنخرجه اون ميديكال تريتمنت وهنديله معاد يجي يعمل ستريس تكنيشن. بس اهم حاجه لما نعمل ستريس عشان نعرف هل في اسكيميا كونسيدرابل تستاهل ان احنا نجازف وندخل، ولا الامور مستقره على الميديكال تريتمنت نصبر بقى على كده. ايوه، لان هنا مفيش مصلحه، مفيش مصلحه ان انا ادخل واعمل له يعني اعجل له البيرمنت دياليسيس، هو واضح ان الكدني هو هيخسر. هو السؤال بقى هل هو فعلا الديسيجن عمرو بالنسبه للبيشنت بيفور ادميشن بيفور قصدي ديسشارج كان فعلا ريجولر دياليز ولا ما وصلش للاند ستيج؟ ما سمعتش حضرتك تقول اسامه. معلش، هو وصل للاند ستيج دياليز ولا ما وصلش لسه؟ ما وصلش يا دكتور. يبقى كده صح. قالوا لي لا ده مش اند ستيج، هو البيشنت ما وصلش. كده صح، كده يوم 30. لا ده كده صح، مظبوط. ده كلام صح. هو يوم 10 يعني في كذا ترايلز حضرتك قالت ان الميديكال تريتمنت زي البي سي اي لو ما عنديش اسكيميا اكثر من 10%، خدت بال حضرتك؟ فعشان كده انا قلت لهم يطلع وياخد معاد ستريس تكنيشن ونشوف لو في عندنا اسكيميا عاليه يبقى في مورتاليتي بنفيت، ما فيش اسكيميا كبيره سيبوه في حاله. ده كلام مظبوط فعلا، لو كان في حاجه ميجر جيوباردي للميوكارديوم حتى مور ذان 10% من الميوكارديوم يبقى ده ريسكي ولازم يتعرض يعمل انجيوجرام وبي سي اي لو ممكن. اذا ما كانش يبقى فعلا الريسك هنا او في اند ستيج رينال داياليسيس اعلى بكتير من البنفيت اللي ممكن يعمله حاجه مش هتقلل المورتاليتي زي برانش مثلا دياجونال او 6 او الكلام ده. انا موافق على الديسيجن ده طبعا، ده وايز ديسيجن. وايز ديسيجن الرينال امبيرمنت ده حضرتك عندك مشكله في البليدنج ومشكله في الثرومبوزس وعندنا الريسك نوزس عالي، يبقى احنا في الحاله دي ما ندخلش وما نعملش مشاكل غير لو عندي اسكيميا عنيفه جدا. صح، في ده مورتاليتي بنفيت، ده وايز ديسيجن فعلا يا عم. انت عندك حاجه ثانيه تقولها عشان قربنا نخلص، ولا لو اتقطع ندخل ثاني؟ بس قول لنا في حاجه عندك زياده هتقولها يا احمد. دكتور اخر رد للنيفرولوجي لما كلمناهم ثاني كان قالوا ان البيشنت دوت يعتبر في ستيج 5 من السي كي دي بتاعته. الستيج 5 ديت اللي هي بيكون الجي اف ار فيها من 15 ل 30، يعني دي البري دايلس، دي الستيج اللي بتبتدي على طول اند ستيج رينال ديزيز اللي بينزل فيها الجي اف ار تحت ال 15. فكان رد ان هو العيان يفل مش دايلس ديبندنت. طيب السؤال هل ندخل بي سي اي للبيشنت ولا لا؟ فكان رد لو انتم شايفين ان البي سي اي دي ايرجنت بالنسبه للبيشنت لايف سيفنج ندخل. فما خدناش منهم رد واضح ان العيان هيفل، ولكن رد اخر ثاني ان البيشنت توقعاتهم